التفاصيل. البارح الفيديوهات والتصاور اللي اجتاحوا مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا فيهم حملة مقاومة الانتصاب الفوضوي اللي انطلقت البارح بشراكة بين بلدية تونس والولاية ووزارة الداخلية، وبرشا ربطوا الحملة هذية بالفيديو اللي هبطوا مهدي المولهي، ماهوش الملحن، بلوجر تونسي اسمه مهدي المولهي، على مواقع التواصل الاجتماعي ورى الحالة الكارثية اللي وصلت لها لنهجة والشوارع في تونس العاصمة بسبب الانتصاب الفوضوي. وين شفنا برشا وسخ في الشوارع، وين كان كهيت مدير الأسواق والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس سامي لصيف حاضر البارح على موزايك فهم وحكي على الحملة هذه. خلنا نسمعه. قمنا بحملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي في نهج جمال عبد الناصر ونهج سبانيا ونهج الجزيرة نهج شارل دوغول والخربة بما في ذلك ساحة البرزولي، حيث تم معناها رفع الجميع معناها اللي خلقوه المنتصبين زادة، وقمنا بحملة أضافة شاملة. الحملة الأضافة هذه تمثل في كنس يدوي، تمثل في رفع الأتربة، جهر البالوعات، تصريف مياه الأمطار، صيانة شبكة التنوير العمومي، وتركيز زادة كما المرة الأخرى وصلنا في تركيز سلات الأوراق والأوراق المهملات باش نحافظوا على نظافة المدينة إلى جانب التشوير الأفقي. اللي لاحظتوا أنه التفاعل من عند تونس الأغلبية كان إيجابي، فما اللي قال برافو هكا تونس نحبوها يلزم ترجع مزيانة، فما اللي كتب ولا حتى وسط البلاد ما عادش فيها منظر من الفوضى والوسخ يعطيكم الصحة، فما اللي كتب أحسنتم إن شاء الله دوم، وفما اللي يسأل هل هناك بديل للناس اللي قاعدة تسترزق من الانتصاب الفوضوي. كهية مدير الأسواق والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس سامي لصيف جاوب على السؤال هذا. نحن نحب أن نقوم بالانتقال من العمل الفوضوي إلى العمل المقنن، العمل المنتظم، ونحن حضرنا صدار باش نمشيو نعينوه دونك بعد شوية في مكان ما مرة جاية نقول لكم باش نصالحوا به باش يقع إيواء المنتصبين، وفما خدمة كاملة تحضير الفضاء هذايا، نحضروا البلان نتاعو، نحضروا نقاط البيع، المساحات نتاعهم، نقوموا بعملية استيعاب طاقة استيعاب كبيرة، أما لازمني باش نمشيو نعاينوا دونك لجنة كاملة، تم تكليف لجنة لمعاينة الفضاء هذايا وتحديد الأعمال الأولية والوجوبية والسريعة اللي لازمنا نقوموا بها. برشا ثمنوا المجهود اللي قاموا به بلدية تونس والولاية ووزارة الداخلية، وكتبوا إن شاء الله توفي وبوعدكم لترسيلكم قضيتوا على الانتصاب الفوضوي في المقابل تتزايد البطالة والجرائم. شفت البلوغور هبط التصاور نتاع اللونهجه نتاع قلب العاصمه؟ ما صدقتش لامانه، يمكن عندي سنوات ما هبطتش الغادي انا، حاجه لا تصدق. شنو اللي عايشين فيه سنوات في لاس فيغاس؟ سنوات حسسني خولو غليسياس عايش رفيق ربي لحظه، معناها انك قلت سنوات ما بطش، معناها ما جاتني حتى قضيه في جميع عبد الناصر مثلا. انت تتواضع بعد اللي يقول هكا اليخت نتاعك 30 متر كيماك معروف في النصر كذا ما بطش لافونو اخذ ساعه تسمع كلمات فزوك زيد فزوني والله رفيق. هو رفيق بالحق، هو حاله مزريه للامانه، وقت اللي تمشي وسط البلاد حاله مزريه بيتمان الكلمه، راهو الاحوانت فما احوانت تمسكنات الناس ما عادش باش تدخل تقضي تسمح الناس اللي منتصبه باش تقول بالله سامحني خلينا ندخل الحانوتي ولا خلينا ندخل نقضي من الحانوت هذيا. بالحق راهو مشكل كبير برشا، والفوضى قاعده تتبع في بعضها سنوات وما فماش رده فعل. انا نعتبرها رده فعل ايجابيه ولا بد ان نواصلوا فيها، على خاطر فما الناس تدفع في الضرائب، فما الناس عندها موارد رزق كبيرة، فما الناس باش تشري انت باتبورت معناتها في محل كيما هذاك ب 100 ملايين، اليوم ما تلقاش في الناس باش تدخل لك للمحل باش تدخل للمحل معناتها فما مشكل كبير، فما الناس ما عادش تدخل لديارها في لافونو ورا لافونو شارع مدريد، الحكومة نعرفها غير وكذا والعباد تتفرج. السؤال
كي احنا نجمو علاش نقعدوا هذا الوقت الكل باش عملنا. ونتمنى انه اليوم تكون الحمله الاخيره وسيبون تتحط الحاجات اون بلاس وينتهي هالكابوس هذايا نتاع انه شوارع بلادك نتاع قلب العاصمه بالوحده ذكويه. رفيق والله جوست نحب نقول معلومه تو مدام نظفوا علاش يا خويا ما نحيوش يكملوا الجرياج قدام وزاره الداخليه ويرجع لافينو كما هو راهو في الليل وصفر راهو لافينو تقول ولا حبس ما تنجمش تدور فيه وين الدور ترقى الحديد وكل وفي الليل يا رفيق ماكش انت يهيئ لك في الليل انه ترى امور سرابيه بالحق يفجر ترى جرياج وحدك والله ليه يا رفيق برشا جرياجيت وعليه 40 باقة اخويا في وسط لافينو تحط كلش دخل في الامور الامنيه عليه 40 لا لا رفيق ما فماش تشوف البرة تشوف فرنسا تشوف البلدان الكل هذيك عاصمه وجهه البلاد كانوا فما نطلب لك وزير الداخليه تسالوا لا ما تطلبليش يا ولدي قول له عليه 40 باقة واجهه واجهه هاني واجهته بالميكرو واش نطلب فيه اخويا لا تساعدها الشر برشا نحكيوا حمله اللي سارت في شوارع العاصمة وحتى في أريانا في أريانا في علاقة بالانتساب الفوضوي سندريلا حبت تعقب على الموضوع. وأنا اللي أجلب انتباهي كي سألوا سي سيميلو صيف على الفضاء اللي جهزوه للبيعة يعني اللي بشي ينصبوا قال احنا عنا المكان ولكن أنا تنقل لك عليه المكان في الأيام القادمة يعني كونكريتمو الحل مش موجود. أنا أتفهم أنه مالي لحوينت هما ضحايا على خاطر ما يجيش ويخلص لي تاكس والضرائب والدنيا الكل وجي انت تنصب تنصب قدامه ولكن الناس هذوما اذا ما يخدموش راهم ما يعيشوش. دونك من اللي يكون هو راهو عبد كيتمثلوا في رزقه راهو يدور عليك وهنا شفنا قديش صاروا مشاكل بين الاعوان البلديه وبين الناس اللي قاعده تبيع في شوارع تونس. دونك اذا انت تقوم بحمله كما هذه لازمك يكون عندك الحل والحل لازم يكون موجود معاك 100% ولكن ومعاك انه اليوم في الظروف اللي تعيشها البلاد والظروف الاقتصاديه الصعيبه وغيره من الصعب القضاء على الظواهر هذه لأن الدولة عاجزة على توفير حلول للناس هذه اللي هي بالآلاف هي موارد رزق لهم وحلول رد بالك للمواطن اللي يمشي يشتري الكراسة اللي يرخص واللي يمشي يشتري المريول اللي يرخص والكلسيت اللي يرخص وقلم رصاص وكل شيء. ولكن على الأقل مش ما يقوليش حاجة تعيشوا في فوضى زيادة ثم أماكن ما يزمش يخلط لها الانتساب الفوضوي قلب البلاد الشارع الكبير في العاصمة مش خدوا بشقة وزيادة نسبة قدام قصر ولا نسبة قدام وزارة داخلية ولا نسبة قدام وزارة الخارجية ولا معناها كيلكو بار اوكي تنجم تعمل عين رات وعين مرات وهذا تعم به الدولة لأنه فما سلم اجتماعي معناها في اللونجو نتاع الحكاية ومقبول ومقبول ومفهوم ولكن في انتظار الحلول ولكن ثم بلايس واحد قلبه يوجعوا معناها ثم بلايس برك راهو كل الأماكن تو باي زامبل وقت اللي نشوفوا سوق صعيب المنصف باي سوق ليه راهو هي عادات سوق المنصف باي تو اللي باش يمشي يشري مثلا تلفزة يبريفير يمشي شيء من منصب باي على خطر أرخص نحبه إلا نكره. دونك العبيد تولي تتعود تتوجه للأماكن اللي هي أرخص أما مش فوق المادة في وسط الكيس وين تعديوا الكراب. أريانا راي في وقت من الأوقات ما عادش تنجم تتعدى كرابة في بالك اللي مرشي أريانا حوين تسكرت حلوها نهارين بعد ما تنظفت أرينا. دونك على البيئة اللي عايشين فيها ولا بالنسبة للتجار ولا بالنسبة للمتسكنين كان هذا هو الحل إن نرتقبوا فيه من 2011.